مساء الفل، معاكم محمد يونس، فيديو جديد لايف جديد. طبعا بالتاكيد يا جماعه هنتكلم على اخر استعدادات النادي الاهلي ليه، طبعا جدول مباريات الدوري، نتكلم كمان على اخر استعدادات نادي الزمالك ليه، ملاقات فريق نهضه بركان، ومباراه طبعا البنك الاهلي في الدوري المصري. هنتكلم كمان على تصريحات كابتن احمد شوبير خاصه به النادي الاهلي، هنتكلم كمان على اشاعه قرب كابتن سيد عبد الحفيظ من العوده للمنصب الاداري في النادي الاهلي، كمان هنتكلم على حاجه مهمه جدا، ملف الصفقات بالنسبه لي النادي الاهلي، وكمان هنتكلم على المعوقات اللي هتقابل نادي الزمالك بعد طبعا توقف القيد لثلاث فترات متتاليه. تعالى بقى نتكلم بالراحه كده. النادي الاهلي عنده يا جماعه مباراه قويه، مباراه صعبه، من المباريات اللي انا شايفها ديربي من الدربيات مصر، او يعني لقاء القمه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا مباراه نادي الاسماعيلي مباراه صعبه جدا، مباراه شايفها من المباريات اللي دايما ليها طابع جماهيري ومذاق مهم جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وكمان النادي الاسماعيلي. انا شايف كمان التشكيله هيبقى فيه النهارده مفاجآت، وشايف ان اكرم توفيق بنسبه كبيره هيكمل ناحيه طبعا او في نص الملعب، شايف عمر كمال هيبقى له دور مهم جدا النهارده مع النادي الاهلي. وفي كمان هنتكلم على قائمه المستبعدين قبل ما نتكلم على التشكيل. طاهر محمد طاهر بره السكور، كمان اليو ديانج، خالد عبد الفتاح، كمان كريم نيدفيد، كريم الدبيس، وطبعا ياسر ابراهيم. قلت كمان يا جماعه طبعا حضراتكم محمد مجدي قفشه، سبع لعيبه جامدين جدا خارج سكور شيت النهارده مباراه نادي الاسماعيلي. في تصريحات لكابتن عماد سليمان قال احنا جاهزين على اتم الاستعداد بالنسبه لملاقات النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم وبنكني له كل تقدير واحترام. طبعا تصريحات مهمه جدا من المشرف العام على نادي الاسماعيلي او على الكره في نادي الاسماعيلي، كابتن الاسطوري والتاريخي كابتن عماد سليمان. نادي الاسماعيلي كسكواد او كلعيبه بالنسبه للوضع الفردي عندهم لعيبه مميزه، عندهم مروان حمدي، عندهم المميز طبعا عبد الرحمن مجدي، عندهم هشام محمد، عندهم محمد الدسوقي. اللعيبه دي كاسماء لعيبه مميزه او لعيبه كويسه، بس كتيم بصراحه في قصور غير عاديه في الجانب الهجومي، يعني بالنسبه للوضع اللي احنا شايفينه. عنده احمد الشيخ لعيب هايل، عنده نادر فرج، إريك تراوري، يعني كأسماء لعيبة جامدة وليها باع في الدوري المصري، أما كتيم أو ككوالتي لعيبة داخل المنظومة بصراحة في قصور غير عادية. فكل التوفيق إن شاء الله لنادي الإسماعيلي وكمان للنادي الأهلي. طبعا احنا عارفين النادي الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية، كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، فالمباراة هتكون في برج العرفة إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي نادي الإسماعيلي. تعالى بقى نتكلم على التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي، اللي هو طبعا الحدث الأبرز اللي يهم جماهير النادي الأهلي. أوفو طبعا في حراسة المرمى، مصطفى شوبير اتنين سنتر باكس أو اتنين سيرد باكات، طبعا المتميز محمد عبد المنعم ورامي ربيع على الرايت، طبعا هيبقى عمر كمان عبد الواحد على الليفت، علي معلول، ثلاثة في نص الملعب أكرم توفيق وإمام عاشور وكوكا، ثلاثة في الخط الأمامي بيرسي تاو، عبد القادر ومحمود عبد المنعم، كهرباء مش وسام أبو علي لأن وسام عنده شكوك طبعا إصابة في العضلة الضمة. عايز أتكلم كمان في بالنسبة لي محمد الشناوي، محمد الشناوي مستبعد من المباراة ليه يا جماعة؟ عنده مزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، هيقعد من خمس أيام لعشر أيام. النادي الأهلي بيجهزه بقوة عشان نهائي مع الترجي، طب هل من الظلم ان هو يلعب اساسي على مصطفى شوبير؟ طبعا قمه الظلم، مصطفى شوبير ماشي في تكسير ارقام، مصطفى شوبير ثبات غير عادي، مصطفى شوبير عامل ارقام وتصديات ما حصلتش في تاريخ دوري ابطال افريقيا. فنسيب الراجل يكمل، ان هي بطولته. نسيبه يكمل، نسيبه يكسر الدنيا معاه. طبعا النادي الاهلي مباراه في رادس جامده جدا، لان الفريق التونسي طلب من الامن التونسي ان الساعه الكامله لاستاد رادس اللي هو كام؟ 45,000 متفرج. فانت بتتكلم 45,000 متفرج تحت ضغط، ملعب رادس ملعب تاريخي، ملعب قوي، طبعا النادي الاهلي ليه اسبقيه كبيره فيه ودايما بيكسب فيه، وده فعل كويس جدا لجماهير النادي الاهلي. اللي انا عايز اتكلم فيه كمان بالنسبه لمباريات الدوري، كابتن احمد شوبير طلع وصرح قال لك النادي الاهلي لازم يكسب الاربع مباريات اللي هم ايه يا جماعه؟ في الدوري الاسماعيلي، الجونه، اتحاد سكندري، وكمان بلديه المحلي، لازم يكسب الاربعه دول ب 12 بونت عشان يتاهل لدوري ابطال افريقيا. طب ليه؟ عشان اتحاد الكوسه، اتحاد البركه، اتحاد اللي يعني ملوش اي اساس من الصحه بالنسبه ليه، الاتحادات العربيه كلها اللي كله ماشي سمك لبن تمر هندي، قال لك
اللي هيتأهل لدوري ابطال افريقيا من الدور الاول. يعني شوف الظلم ليه، لان دوريات العالم كله بتخلص في خمسه وفي نص خمسه واخر خمسه بالكتير، احنا بنخلص في شهر 8 وتبدا في شهر 9 او في شهر 10، يعني خلاص كلها شهر ولا حاجه وتخش على الانتقالات الشتويه. طبعا حاجه غريبه جدا. وعندنا حد اسمه الحاج عامر حسين، يعني مع احترامي، في التنظيم سيء جدا، في تنظيم المنتخب مصر سيء جدا. بالنسبه لمنتخب مصر كمان يا جماعه، احنا عارفين ان المعسكر هيكون يوم من 3 يونيو ل 11 يونيو، فانت بتتكلم في 6 7 ايام بس معسكر. كابتن حسام طلب ل 15 يونيو، او طلب من 1 6 زي ما بيقولوا ليوم 13 او 14 6، وعنده حق بصراحه، يعني حاجه غريبه جدا. فكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني مع الكابتن حسام حسن، اللي ان شاء الله يعمل تاريخ وتارجت كبير مع منتخبنا الوطني، فان شاء الله نتمنى له التوفيق. تعالى بقى نخش على السريع لملف الصفقات في النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه قدامه ثلاث لعيبه جامدين جدا بيلعبوا في مركز السنتر باك. عنده احمد حسام كابتن نادي الجونه وده لعيب هايل. عنده محمد اسماعيل لاعب نادي زد وده لعيب مميز. عنده مصطفى العش وده لعيب جامد جدا جدا جدا، طبعا بيلعب في نادي زد، فلعيب من اللعيبه المتميزه جدا. ده بالنسبه لمركز السيرد باك او السنتر باك. طيب هل زين الدين بالعيد يا جماعه لاعب اتحاد العاصمه لسه النادي الاهلي بيفكر فيه؟ اه. طب النادي الاهلي دلوقتي تعال نذكر حضراتكم باللعيبه اللي بتلعب في مركز المساك او السنتر باك. محمد عبد المنعم، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، محمود المتولي. اربع لعيبه جامدين جدا جدا جدا، افضل من العش، افضل من احمد حسام، افضل من محمد اسماعيل، وافضل من زين الدين بلعيد، افضل من الاربعه المرشحين. فانا ليه اتعاقد مع لعيبه وادفع تاني فلوس وانا عندي اربعه هم افضل اربعه في مصر يعتبر؟ طيب ده بالنسبه لمركز السنتر باك. طب بالنسبه لمركز الباك ليفت، النادي الاهلي قدامه يا جماعه اربع لعيبه، قدامه اربع لعيبه خلفا لعلي معلول. رقم واحد اياد العسقلاني وده اصلا مضى للنادي الاهلي. رقم اثنين اسحاق يعقوبو لاعب نادي البنك الاهلي جامد جدا. رقم ثلاثه جوناثان اللاعب المميز جدا لاعب طبعا نادي مودرن فيوتشر، واللاعب الكبير المتميز جدا 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 يحيى عطيه الله. قدام اربع لعيبه هيجيب منهم واحد، والاقرب والافضل هو يحيى عطيه الله وبديله اياد العسقلاني. فده بالنسبه لي مركز الباك ليفت. نطلع بقى من النادي الاهلي ونخش على نادي الزمالك. نادي الزمالك للاسف عنده غيابات كتير جدا، زي اللاعب المميز جدا عمر جابر، وكمان ابراهيم انضاي، وطبعا شيكابالا عنده مزق في العضله الاماميه. فكل التوفيق لشيكا، لعيب كبير قوي ولعيب مميز، وهو الاباتشي والاسطوره بالنسبه لنادي الزمالك. فكل التوفيق لنادي الزمالك باذن الله. عايز اذكر حضراتكم يا جماعه بالنسبه لمباراه نادي الزمالك، عنده مباراه جامده جدا مع نادي البنك الاهلي. اخر حاجه قبل ما نقفل اللايف بتاعنا يا جماعه والفيديو بتاعنا، احمد الغندور هو حكم لمباراه نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. كل التوفيق للفرقتين وكل التوفيق لنادي الزمالك.